اوكي مرحبا، معكم راني. صرنا في البراكتيكال سيشن كالجلسة التدريبية. خلينا دغري نفوت على الموضوع، نفوت هاي المسائل. هو انت بعد الجلسة التدريبية تراك with كيت. اوكي ماشي، نسكر هدولي لأن هدول الاكسرسايزات. بلش من هون، بقول لك أول شي المجموعات ممكن أي واحد يفكر فيهم أوكي كالستات اللي هن ما بي في اللي ما فيهم أي نوع من التكرار. أوكي ما يكون فيهم تكرار. مثلا اللستة A 4-6 هي ست، بس اللستة A 4-6 A هي مش ست، ما بتعتبر مجموعة. تعريف المجموعة رياضيا انه لازم ما يكون فيها اي عدد اي تكرار. اوكي بما انها هي بتحتوي على، لانه هون عم بقول لك انه كمان هي مش لستة مش مجموعة، لانه بما انه فيها الحرف الاي مكرر. تمام هلا اكتب برنامج برولوج اوكي اللي هو اسمه سبست 2، يعني سبست بياخذ رقمين، اللي هو بيكون انه هاي بتكون مجموعه جزئيه، يعني من يعني مثلا بدك تقول انه الليسته اي بي هي مجموعه جزئيه من ال من الاي بي سي. اوكي السي بي مجموعه جزئيه من الاي بي سي هاي. اوكي وكمان المجموعه الفارغه كمان هي مجموعه جزئيه اكيد. اوكي فلازم البرنامج تبعك يعطيك كل المجموعات الجزئيه تبعت الليست تبعتك. اوكي فبتقول له سبست اوف اكس اوكي هي اي بي سي هيك. طيب هلا كيف السبست بدنا نجيبه؟ تعريف السبست هو انه مجموعه جزئيه هي مجموعه، هي جزء من مجموعه جزئيه اكيد فارغه، يعني المجموعه الفارغه هي دائما مجموعه جزئيه من المجموعه الفارغه. طيب هلا طبعا بتكون لستة مجموعة جزئية من لستة تانية. اوكي بتكون على اساس انه العنصر اتش موجود في في اللستتين. اوكي العنصر اتش اللي هو راس كل طرف من اللستة، يعني هذه اللستة اللي هون وهي اللستة اللي هون. اوكي الاتش موجود في اللستتين. اوكي وبتحاول تجيب كمان تكمل في باقي العناصر اذا هن موجودين. تمام كمان اذا كان عندي لستة تي وفي عندي شو ما كان هون، كمان شو ما كان اول راس اللستة اوكي اس اوكي كمل طلع السبسس تبعون باقي اللستة. اوكي طيب هلا هيك بتنحرق، هيك بتطلع كل المجموعات الجزئية تبعيت لهذا. هلا التحدي الاضافي اللي هو انه ممكن تولد كل، انه هي لازم تولد كل ال كل المجموعات الجزئية المحتملة. اوكي فحتى في عنا وحدة شو اسمه بالبرولوج بلت ان، وحدة بلت ان اسمها سبست. اوكي كمان هي بتفشل تعمل هذا الشيء. وكمان نحن بما انه لازم نعالج كل الكويريز اللي مثل سي بي اللي فيها اي بي سي. اوكي طبعا هيك قلبتها انت، فكمان هذه المفروض السبست تبعتنا لازم تعالج الستات اللي هي مش مرتبه. اوكي فبقول هذا حال المسألة هون، هذا السؤال مش محلول مظبوط، وش اسمه السؤال اصلا مش مكتوب مظبوط. اوكي مش لازم كان ينسأل حتى. طيب هاي كلمة فيها بوكس. طيب هات اشوف السؤال الثاني. اوكي هلا كمان بستعمل السبست بريدكت اللي انت عملتها هون. تمام يعني هاي
هو هون عم اللي حال المسألة عم بيقول لك انه هذا السؤال اصلا مش مكتوب مزبوط، لانه انا هذه كمان انا عم بقرا اطلعت انه طب اذا بركي قلبت البي يو سي اوكي ما حط يعني حطيت لستة زي ما حكينا هون، يعني هاي شو كيف بدك تجيبها لهي تمام؟ اذا لازم ترتب اللستة قبل ما تبلش ب ال بالسبسيتس. طيب هلا بقول لك هو باستعمال السبست اللي عملناها بالسؤال هون اوكي الاول والفايند اول اللي بنعرفها اوكي من الشرح اكتب كمان بروجرام اللي هو او البريديكت اللي هي باور سيت اللي هي بتاخذ بتاخذ سيت كاول بس تاخذ سيت تكون هي باول مجموعه اوكي او اول مدخل لها وبترجع الباور سيت تبع هاي السيت اوكي هاي المجموعه طلع الباور سيت تبع هاي المجموعه ك ثاني مدخل. يعني مثلا اذا حطينا اي بي سي اوكي وهاي الباور سيت بتطلع هون النتيجه تبعتها. باور سيت هلا تذكرت شو هي ضرب ديكارتي اوكي فكل المجموعات الجزئية اللي ممكن تاخدها هاي الباور سيت، يعني هي مجموعة المجموعات الجزئية اللي ممكن تطلع معها. يعني انت مثلا عندك هالثلاث احرف شو ممكن تاخد منهم، شو الاحتمالات تبعيتهم اوكي، فهي الاحتمالات تبعيتهم اوكي مجموعة المجموعات الجزئية اوكي هاي وهاي لحال. كل مرة يا بتاخد الاول شيء ما بتاخد شيء، يا بتاخد A لحالها يا بتاخد B لحالها يا بتاخد C لحالها، يا بتاخد A والB يا بتاخد A والC يا بتاخد B والC يا بتاخدهم كلهم. عرفت كيف؟ ما بيأثر اذا رجعوا بترتيب مختلف، يعني مش مشكلة هلا اذا حطيتهم هيك يعني طلعوا ترتيب مختلف هذا مش مهم. اوكي فبتطلع الباور سيت هي السيت اوف تبع السبست تبع هاي بتستعمل الفانكشن سيت اوف اوكي اللي هي بتطلع السبست اوكي وكل الاحتمالات تبع السبست وبتطلع شو السيت اوف تبعهم بيطلع الباور سيت تبعهم. اوكي ليش؟ لانه لانه ممكن يطلع لك بيرميتيشنز فيه في تبديلات يعني عليهم اوكي. المهم فهيدي هي حل المساله اوكي، لانه طبعا هي لازم تكون بتكون المجموعه مجموعه المجموعات الجزئيه لازم تكون شو هي كمان مجموعه تمام ممنوع التكرار فيها يعني. فهي الباور سيت يعني هلا لها اسم بالعربي ناسي شو اسمه بس اسمها بالانجليزي باور سيت اوكي. والسلام.